الآن خلينا نشوف الـ conditional statements اللي هي الـ if else, الـ nested if else و الـ switch. خلينا نشوف أول شيء إيش ناخد مثال. نقول نعمل برنامج يقارن ما بين الأرقام الزوجية والأرقام الفردية. فنقول even odd, even odd dot c. اوكي, أو نخليه نكتب is even, is even هذا نعمله بال nested if else. اوكي, طيب فنقول اول شيء نعمل check, نبي ناخذ الارجومنت من ال من ال من البرومت من هنا. فحنقول ايش ال اذا كان الارج سي لا يساوي, لا يساوي اثنين, ايش نعمل؟ نعمل برينت اف ايرور مسج, نقول invalid, invalid input بس, و exit 1. طبعا exit 1 هذه يحتاج لها preprocessor include library stdlib.h. طيب هنقول else هيعمل nested if else, هناخد الرقم من الارج في, بما انه العدد كان في الارج سي هناخد الرقم من الارج في, ولكن هنقول نعرف متغير, نقول int x هذا متغير, هيكون في مبدئيا قيمة garbage, ونقول هنا function اسمها ascii to integer argv المتغير الأول. الآن أخذت القيمة وأعمل ال if else, أشيك على هذه القيمة, إذا كانت قيمة الـ X أو عفوا الموديولس للـ X باقي قسمة الـ X على 2, أو الرقم أدخلته باقي قسمته على 2 أكبر من الزيرو يعني له قيمة, فإذا هذا الرقم أو في باقي يعني هذا الرقم حيكون odd. فردي. else
فهذا الرقم هيكون زوجي even. تعال نجرب هذا البرنامج ونقول gcc is even ونسميه برضو is even وبعدين is even نقول 2 even 3 او عفوا 3 odd 6 even اي رقم even odd. طيب لو ادخلنا اكثر من مجموعة ما يقبلها، لو ما ادخلنا اي شيء برضو ما يقبلها. ممتاز، البرنامج شغال بالطريقة الصحيحة. طيب تعال الآن لو قلنا هذا البرنامج أبغى لو قلنا set split right وبعدين قلت له v split is odd dot c. فالآن أبغى أحول الكود اللي على اليمين إلى كود مشابه له على اليسار ولكن باستخدام السويتش. فنجي على اليمين أولا، هنجي على اليسار أولا ونشوف الكود اللي نحتاجه، هذا هو. نرجع على اليمين، هنحتاج اللايبراري فنكتبها include stdio عفوا stdlib.h. بعدين ننتقل لسطر 15 ونقول هنعمل ايش، نعرف index وبعدين نعمل switch. نقول هذا السويتش حيشوف الارج سي اوكي ويطلع منه الكيسز فعندنا اذا كانت الكيس 2 فاذا انا هاعمل النستد سويتش اللي هي باقي القسمة. يعني اذا كان الكيس 2 معناتها العدد الارجومنت 2 فحيعمل سويتش ثانية حتكون هي المقارنة اللي هي هذه السويتش حتكون هي المقارنة هذه. فحنقول ايش x modulus 2 هيطلع عندنا كيس 0 او غيرها، هيطلع اما رقم او زيرو. فاذا كان زيرو معناته الرقم even، فنقول هنا printf الرقم اللي طلع is even و هيخرج break والديفولت هتكون odd.
هذه هتكون odd وهنا break. طيب نهاية الكيس هذه برضو هتكون break، ولكن احنا ما اخذنا قيمة الاكس، فهنرجع نحول اللي هي الاكس اكس equal a to i، هذه الفانكشن arg v. اوكي فتحولت، بعدين يعمل عليها التست even odd break break. طيب يتبقى الديفولت للفانكشن الكبيرة اللي هو إذا ما كان الأرجومنت اثنين فحيعطينا برنت اف حيقول ايرور مسج invalid input new line. اوكي و exit 1، فهذا الديفولت وهذا تعريفه. اذا هذا البرنامج على اليمين هو نفس البرنامج على اليسار، على اليسار nested if else، على اليمين switch. فتعال نحفظ البرنامج ونعمل له كومبايل gcc is odd وال output is odd. الآن is is odd invalid أكثر من رقم invalid 2 is even 4 is even 3 is odd 13 is odd. ممتاز، البرنامج شغال.